تتذكروا أيام زمان قبل الحجر الصحي؟ شو كنا مبسوطين ومنطلع وين ما بدنا ومنشوف رفقاتنا ومنسلم عليهم ومنروح على المدرسة بالشتاء ومنسافر ومنروح على المسابح بالصيف. بس من لما صار الحجر الصحي ومن لما بلش الحجر الصحي بلش الملل، ولك حاسس حالي مثل القرد المحبوس بالقفص، ولك حاسس حالي مثل السمك المحبوس بحوض السمك، ولك ملينا. ملهم أخي لعبني معك. لا. ولك الله يوفقك، لعبني معك، لعبني معك بأي شيء. والله طقت روحي بالبيت قبلان حتى لو منلعب أنا وياك طميمة. بعتذر منك، سوري. سوري يا بعدي؟ وليش بقى ما بدك نلعب؟ ما بلعب مع أولاد كبار. مع أولاد كبار؟ ولك هي نحن منقولة أنه ما بدنا نلعب مع أولاد صغار، بس أنت مخك بالعكس. مشان الله لعبني معك. نسيت لما كنت قلك خدني معك مشوار؟ لا ما نسيت، كنت بقلك. كنت تقلي طالع مع رفقاتي الكبار. ولك يلعن ابو هالزمان، الاخوات الكبار صاروا يترشوا اخواتهم الصغار لحتى يلعبوا بهالملل، ولك كل شي صاير بالعكس، ليش؟ ماما شو طابختي لنا اليوم؟ طابخت لك ضراب السخن، ماني طابخت لك شيء. بس انا امي مت من الجوع، عصافير بطني مو بس عم يزقزقوا، عصافير بطني عم يبيضوا كمان. خليهم يبيضوا ويفسوا كمان لحتى تعرف قيمة امك. قيمة شو لك امي؟ انا مزعلك بشي؟ لانه قبل الكورونا كنت قلك شو طبخ لك، تقلي ما بدي، مقضيها شاورما وبيتزا وهمبرجر وكوردون مع رفقاتي. ايه وشو يعني هلا؟ يعني خليك على اكل هواك مشان تعرف قيمة طبخات امك. وهلا يلا روح كل اي شيء، روح من وشي، جاكن القرف. ولك يلعن ابو الزل والملل بهالحجر الصحي، كل شيء صاير بالعكس. خير شو بدك؟ بابا مليت. امتى بتفتح المدارس؟ ما رح تفتح، وانفتحت ما رح سجلك فيهم. شو؟ ليش؟ شو نسيت لما كنت بتعمل حالك ممغوص وصايبك اسهال بمخك وما بدك تروح المدرسة؟ لا ما نسيت. نسيت لما كنت بتهرب من المدرسة وبتهلكنا لحتى تكتب وظايفك؟ نسيت؟ ما نسيت، ما نسيت. ايه ولا انا نسيت، لهيك انقلع من هون احسن ما اجيبك رفسة نسيك اسمك. يا ربي ليش كل شي صاير بالعكس؟ ليش؟ ولك شو هالحجر هاد؟ والله كتير مليت، احسن شيء اتفرج على التلفزيون. ولك شبك انت التاني ما عم تشتغل؟ فشرت بنص عينك اني اشتغل. لعمة التلفزيون عم يحكي؟ لا ما عم بحكي، انا عم بهتلك بس يا واطي. شو نسيت لما تركتني كل هالسنين كرمال تتسلى على اليوتيوب؟ لا ما نسيت، بس على الملل حابب احضر المسلسلات عندك. روح انقلع احضار المسلسلات على الراديو احسن لك، انا ما بقى يشرفني عالم مثلك يحضروني. ولك شو صاير بالدنيا؟ كل شي صاير بالعكس. ما بدي من نيتك، رايح احضر المسلسلات على الراديو. ولك صحيح الراديو ما بيعرض مسلسلات، بعدين هلا اذا بفتح الراديو حيبهدلني لانه كمان انا نسيانه من زمان. هف ولك شو هالملل هاد، والله ملل. بهلول واخيرا اجا شخص وفي وما تخلى عني لحتى اتسلى معه. لا يا رفيقي، لو صار كل شي بالعكس انا مستحيل اتخلى عنك. ولك كبير كبير وفخم، فوت فوت، اكيد انت كمان ضايق خلقك من الحجر الصحي، فوت لحتى نلعب ونتسلى مع بعض، فوت. لا مو هيك، انا شاكين فيني انه معي كورونا وحبسوني بالمستشفى 14 يوم، بس انا هربت وجيت لعندك واشتقت لك كتير يا رفيقي. ولك الله لا يوفقك، لو سارق مال ابوك ما بتعمل فيني هيك. لك هات بوسي خلينا ننحجر سوا بالمستشفى يا رفيقي، هات بوسي. انتو مالين مثلي بالحجر الصحي؟ ولك ما عم نعرف كيف بدنا نتسلى. اذا مالين وبدكن نتسلى تعالوا نوصل هذا الفيديو
لل 350 ألف لايك، وبتحداكم إذا مالين أكثر مني تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس يلي ماله مشترك بالقناة، وبعتوا هذا الفيديو لكل رفقاتكم على الواتساب وقولوا لهم أنتوا كيف عم تتسلوا؟ أنا ما في شيء أتسلى فيه، لهيك أنا رايح نوم. يلا ننام سوا يا رفيقي وعلى نفس المخدة، خلينا نتسلى وننبسط مع بعض، تعال. ولك أنت لساتك هون؟ ماما!